حصرياً في التاسعة من قلب العالمين الجديدة، النجم العربي الكبير راغب علامة يا جامد يا معدي يا جميل يا لذيذ يا رهيب، في لقاء خاص مع هدير أبو زيد. السيت بتحب تكون موجود فيه في العالمين. كواليس خاصة من حفله الكبير في مهرجان العالمين، وأسرار يكشفها لأول مرة عن مشواره مع الغناء والعائلة. العائلة هي نعمة من رب العالمين، وأنا بحافظ على النعمة دي. أنت محاصر بالمعجبات في كل حتة. الحمد لله. جيهان إزاي بتتعامل مع الموضوع ده؟ قلت لها دول هتحبيهم زي ما أنا بحبهم وزي ما هم بيحبوني، ودول سيكرت حفاظ على قدنا مع بعض. أنا متفل وقالصت ومن الحبايب عندي لستة، ينقص من اللستة واحد. ومفاجآته الفنية في 2023، وغنوة حلوة كتير، ألحان محمود الخيامي. حوار الصيف على شواطئ عاصمة السياحة العربية. تقولي مين اللي بعد خسر دلعه؟ اديته استمارة ستة. في التاسعة مع هدير أبو زيد، الليلة على قناة مصر الأولى.